إذن وبعد إعلان نتائج البنك التجاري الدولي، هل انتهت الأزمة خصوصا فيما يتعلق بحجم المخصصات التي تم تجنيبها والتي كانت أيضا أرقام قوية، وأيضا تأثر البنك بالتراجعات أو تأثر هذه النتائج بتراجعات إن كان على مستوى الربع الثالث أو حتى في 9 أشهر؟ فيما يتعلق بالنتائج الأعمال نبدأ بالأرباح، الأرباح التي سجلت تراجعات ب 26% عن الربع الثالث، الأرقام إلى 2,350,000,000 جنيه، لكن على مستوى الإيرادات كان هناك ارتفاع في هذا البند بحدود 10% وإلى رقم يتفوق على 6,600,000,000 جنيه. كان هناك إذن تجنيب لمخصصات في الربع الثالث وصلت إلى 1,600,000,000 جنيه، ولكن صافي الدخل كم كان صافي الدخل من قبل بند الفائدة في 9 أشهر؟ سجل ارتفاع ب 22%، وهذا أيضا ما أثر على إيرادات البنك. لكن كان هناك أزمة قد لحقت بهذه المؤسسة المالية في 22 من شهر أكتوبر الماضي، عندما تم توقيف التداول على السهم على نحو مفاجئ، وتم مباشرة إعلان بأنه تمت إقالة رئيس مجلس الإدارة هشام عز العرب. لاحظنا أن تأثر شهادات الإيداع في لندن في هذه الجلسة تحديدا بتراجعات قوية ب 17%، إذن في هذه الجلسة، وتم تعيين شريف سامي كرئيس مجلس إدارة غير تنفيذي إذن ليقوم بإدارة البنك. على مستوى طبعا كيف كانت التحركات، وخصوصا أهمية هذه المؤسسة المالية لوزنها الكبير في إي جي إكس 30، هو يحتل أكثر من 40%، وصاحب إذن أكبر وزن في إي جي إكس 30 بالنسبة لعدد الأسهم الحرة للتداول، هي تتجاوز 93%، إذن من أسهم البنك. على مستوى المؤسسات هي تستحوذ 92%، وبالنسبة للأفراد أكثر من 7%. كيف تتوزع الملكيات للأجانب؟ إذن هذا باعتبار أن هناك هامش من الأسهم متاح للمؤسسات وأيضا الأجانب والاستثمارات الأجنبية، لذلك كان وقع هذه الأخبار على تحركات السهم كبير، وخصوصا أيضا في شهادات الإيداع في لندن. بالنسبة للمستثمرين من أوروبا وبريطانيا أكثر من 14%، من أمريكا الشمالية أكثر من 50%، من إفريقيا أكثر من 21%، ومن دول الخليج أكثر من 7%. إذن توزع هذه الملكية. ننتقل أيضا فيما يتعلق بالوضع المالي لهذه المؤسسة المالية، نتحدث عن الأصول. بالنسبة لإجمالي هذه الأصول سجلت ارتفاعات واضحة، ووصلنا إلى حدود 382,000,000,000 جنيه، يتفوق إذن على عدد من المؤسسات المالية في نفس السوق. وصافي الدخل أيضا كان قد وصل إلى أرقام هي الأقوى بالمقارنة مع هذه المؤسسات المالية. نسبة القروض إلى الودائع يبدو أن أيضا السي آي بي ما يزال يحتل الترتيب الأعلى، وخصوصا أنها تصل إلى ما يتجاوز 76%. إذن هذه بالنسبة لتحركات السهم، وخصوصا بالنسبة لتحركاته على وقع النتائج. منذ بداية العام كانت هناك تحركات بتراجعات ب 26%، ونرى الأرقام التي كان قد انطلق منها السهم البنك التجاري الدولي والأرقام التي يصل إليها والتي تحوم حوالي ما أعلى قليلا من 60 جنيه. أداء أيضا مؤشر إي جي إكس 30 هو الآخر باعتبار أنه متأثر بهذه التراجعات من بداية العام على السهم. أيضا المؤشر إي جي إكس 30 قد سجل تراجع من بداية العام بحدود 22%.